مرأة مثل ما كانوا يسمونها تزاحم الرجال، ممكن أقول تشارك الرجال. أول حاجة إحنا كلنا مسؤولين تجاه بلدنا، فكلنا يد بيد. الرجل يحترم زوجته ويحترم أمه، فهذا الشيء إحنا نتعلمه من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. المرأة القطرية مسؤولة لأنها تحب وطنها، إحنا أو حتى الشعب القطري. تميزين مع بلادك، قطر الحين متميزة، لازم إحنا نكون ناس متميزين. أفتخر أنا المرأة اللي هي مثل الدانة.